الشغل مش عيب، العيب هو التوكل والجلوس في البيت وندب الحظ. الحياة صعبة، يا إما نكون قدها يا إما ما نعيشهاش من الأساس. النهاردة معانا ستة مصرية قررت تعيش الحياة وخوض صعبها وتحدت المجتمع الذكوري، وأثبتت إن المرأة ممكن تشتغل في أي مكان. معانا النهاردة الحاجة أم وليد، سائقة التاكسي اللي مهمهاش كلام الناس، وفي عز شبابها ضحت عشان ولادها تأكلهم بالحلال واستحملت وكافحت. ازيك يا ام وليد؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله، منورانا. ربنا يخليكي. عايزه اسالك بقى، مين جات لك فكره ان انت تبقي سواق التاكسي؟ بص حضرتك، اتفضلي. اعوذ بالله من كلمه انا. ايوه. انا مش مكمله تعليمي. تمام. انا كبيره خمس بنات اخواتي ما شاء الله. ابويا راجل غلبان، كان في التسعينات، يعني انا وعيت على الدنيا. ابويا ده عنده 90 سنه. ايوه. كان راجل كبير، واخواتي كلهم في مدارس. فأنا عايز اشتغل عشان اساعد ابويا. ايوه. واعلم اخواتي اللي انا متحرمت منه اعمله مع اخواتي. انت الكبيره كنت؟ انا الكبيره، كبيره الخمس بنات. الحمد لله دلوقتي، الحمد لله والشكر ليك يا رب. عندي الاربع بنات تعليم عالي، اخواتي ما شاء الله، واتجوزوا ومستورين وحلوين قوي. وبدات انا بقى ايه، اتجوز بعد ابويا ما مات بقى. بعد ما جوزتيهم؟ لا، انا ابويا اللي جوزهم، يعني ابويا جوزوا في حياه ابويا. تمام. انا بقى بدات اتجوز. انا بقى كملتي بقى؟ اتجوز انا بقى. فاتجوزت والحمد لله، ربنا اداني وليد واداني سحر واداني رضا واداني سمير، اربع ولاد، ولدين وبنتين ما شاء الله. وانا برضه شغاله، وشرطت على جوزي ان انا هشتغل. لان انا هساعد اهلي برضه، فما كانش معترض. جوزي كان بيشتغل ايه يا مولي؟ كان سواق. بس كانت رخصه خاصه، مش مهنيه زيي. ايوه فهمت. انا رخصتي مهنيه. تمام. درجه ثانيه، هو كان خاصه. فبعد ما مات الله يرحمه. الله يرحمه، كملت المرسله بقى عشان خاطر ولادي. طبعا. فابني الكبير الله يرحمه وليد كان كاتب وصحفي في جريده عين. كاتب وصحفي في جريده عين. هو قعد فيها سنه واحده بس ومات. وانا كملت الرساله بقى دلوقتي مع اولادي. وما زلت مكملاها لاخر يوم من عمري، عشان ما اقولش لحد يديني حاجه. ربنا يديكي الصحه والعمر يا رب. ربنا يخليكي. طب وليه اخترتي شغلانه سواقه تاكسي؟ حضرتك انا مش مكمله تعليمي اشتغل ايه؟ لا اسلك في بيت، لا ما اسلكش خدامه ولا طباخه، ومش عيب. لا الطباخة عيب ولا الخدامة عيب، ولا كل يعني مساعدة في بيت كلها مش عيب. شغلانات شريفة. كلها طبعًا. شريفة ومش عيب طبعا، بس أنا ما أعرفش أشتغلها. أنت كنت بتسوقي من زمان؟ لا، أنا حبيت السواقة، ولاد عماتي علموني، لأن ولاد عماتي سواقين. ولاد عماتك؟ ولاد عماتي سواقين، إحنا عيلة سواقين كلها ما شاء الله الحمد لله. فولاد عماتي سواقين، فعشان لقوني حبة السواقة هما ما علمونيش، هما كانوا بيقعدوا لي جنبيهم بس، ونخرج كده نقضي مشوارهم، مشاوير كده، هم قاعدين بيركبوا الزباين ورا وانا قاعده جنبه، انا بشوف بعيني هو بيعمل ايه. بشوفه بيغير ازاي، بينقل ازاي، بيعمل ايه، بيسوي. كنت حابه الشغلانه؟ انا حباها، وبحبها دلوقتي. والاخر يوم في عمري انا فيها، مش هسيبها. انت كنت بتسوقي عربيه ملاكي الاول؟ لا، ما جبتش ملاكي خالص. ما جبتيش ملاكي خالص؟ انا جبت عربيه من بنك ناصر سنه 80. تمام. اول عربيه اركبها بتاعتي سنه 80. قعدت معايا ل 87 وبعتها. طيب انت اول عربيه تاكسي جبتيها دفعتي المقدم بتاعها منين؟ 750 جنيه. كانوا مبلغ اياميها. طبعا طبعا. 750 جنيه بعت فيهم شبكتي. يا سلام. ايوه، 750 جنيه حاجه كبيره. ما مبلغ كبير اياميها. وكان قسطها 155 جنيه. 100. طب طبعا اكيد بتتعرضي وانت في الطريق لمعاكسات، وناس بتكسر عليكي وبتاع، يقول لك دي واحده ست سايقه بقى. ده كتير مش كده؟ كتير. بتعملي ايه بقى؟ بتتصرفي ازاي؟ بصي، هو وظرفه معايا. هو وظرفه معايا، يا شتيمه يا ضرب. ضرب؟ هضربه. كده بقى. ايوه، هنزل اضربه، هوقفه وانزل اضربه. هو يخبطني هسيبه؟ والله جدع. ده عربيه اكل عيش، فاتحه بيتي. لازم تحافظي عليها طبعا. عربيه اكل عيش فاتحه بيتي، انا لو ما اشتغلتش في يوم ما بلاقيش اكل،
والاخص دلوقتي احنا مش عارفين نشتغل. انا كسواقه مش عارف اشتغل دلوقتي. في عربيات ملاكي كتير بتهاجمنا في الشارع. يا سلام. شغالين ملاكي مش شغالين مش سواقات. ايوه ومش سواقين، بنات وشباب راكبين عربيات ملاكي بياخدوا مننا الزباين على الابلكيشن. انا ما بشتغلش على الابلكيشن، انا بشتغل اقف للزبون في الشارع واركبه، ما بشتغلش على الابلكيشن. طب وليه ما فكرتيش تشتغلي على الابلكيشن؟ يعني مش عايز اقول لك انا ما بعرفش اشتغل عليه، بس ممكن اي حد هيعلمني، ممكن حد يعلمني عليه، بس انا مش حباه. انا حابه اركب الزبون بتاع الشارع. زبون الشارع ده يروح فين لما كله ابلكيشن؟ زبون الشارع ده يروح فين يا مدام؟ انا اركبه انا. والله انت معاكي حق على فكره، دي نقطه غايبه عن ناس كتير قوي. ايوه زبون الشارع ده يروح فين؟ اللي هو ما بيعرفش يقلب في التليفون او ما معهوش تليفون، يروح فين؟ أيوة. انا اركبه. طيب ما قابلتكيش بقى موقف كده كان صعب عليكي قوي زمان مش دلوقتي؟ ايه بقى؟ يعني زمان لما كنت في شبابي انا طول عمري بربط المنديل كده، ما بخرجش بشعري. تمام. بس عايقه شويه بقى، حبه اكلادور في رجليا، مش عارفه ايه الكلام. طول عمرك عايقه؟ ربنا يخليك. لحد دلوقتي ربنا يبارك ما شاء الله، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. ربنا يخليك. فكنت في جامعه الدول بشرب قهوه وعند ورا جامع مصطفى محمود وهطلع بقى، فقابلني شاب كده لابس جلابيه بيضة والخواتم والسناسل والواد العيق الحلو ده، بس هو مش صغير يعني في الثلاثينات. تاكسي؟ قلت له اتفضل. فراح فاتح قاعد قدام جنبي، انا ما بقولش لحد لا. يقعد راجل جنبي، يقعد ست جنبي، ما بقولهاش لا. هو راكب تاكسي وهيدفع فلوس. نفسك في ايه علشان ترتاحي بقى دلوقتي؟ يعني ما شاء الله ولادك كبروا طبعا وتوظفوا كلهم وبقوا في احسن حال واتجوزوا وخلفوا واتجوزوا واتسطروا وكل حاجه. انت نفسك بقى تعملي ايه في حياتك دلوقتي؟ انا نفسي اطلع عمر او حجه، دي اول حاجه. ربنا يرزقك يا رب. يا رب من عنده. نفسي يبقى في سيوله، يعني انا اعيش برضه، ما اقولش لعيالي ادوني حاجه، انا مش بحب اقول لحد يديني حاجه. ربنا ما يحوجك لحد. بس هما من غير ما تقولي المفروض انهم لو شافوكي محتاجه حاجه ولا بتاع يجيبوها لك يعني. حبيبتي مفيش الكلام ده، كل واحد ظروفه على قده، كل واحده في بيتها ظروفها على قدها. وحاليا ابني الكبير اللي كنت بتكل على الله وعليه مات، الصغير دلوقتي الله معهوش متجوز ومخلف، تقولي لمين فيهم يديني؟ وانت ما تعودتيش طول حياتك لا تقولي لحد اديني؟ لا انا اللي بدي ما باخدش. طب لو عربيتك مثلا عطلت بيكي في وسط الشارع وانت معاكي زبون تنزلي تعملي ايه؟ هل انت بتقدري تصلحي لو حاجه اللي فيها؟ لو حاجه انا اعرف اعملها انا بعملها، ما اعرفش معايا سواقين رجاله 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 والعمر كله اقول عليهم رجاله، على الواتس معايا حبايبي وزمايلي ولادي اللي بيقول لي يما واللي بيقول لي يا خالتي واللي بيقول لي يا اختي كده، اتصل بواحد فيهم بيفهم بيقولك على طول الحقني يا محمد انا عطلانه عندي كذا، الحقني يا سيد انا عندي كذا، يجي لي طياره يعملها لي وخلاص بروح للميكانيكي بعد كده. طب انت ما فيش حد في ولادك فكر ان هو يمارس المهنه بتاعتك دي؟ انا ما عنديش غير بنتين وولد. حد من البنات؟ لا كل واحده في بيتها بقى. قبل ما تتجوز؟ لا خالص. لا كانوا في التعليم يعني ما غووش الحكايه السواقه. انا عندي السياحه وفنادق ما شاء الله. السياحه وفنادق وعندي بكالوريوس تجاره وعندي كان والدي الله يرحمه كليه اعلام وعندي سمير مؤهله على قده. ده الصغير ده بقى ده لعبه ماما ما قدرتش عليه كامل. طب مش هتخليه سواق تاكسي؟ لا اخاف عليه. تخافي عليه من الطريق وفي السواقه؟ اخاف عليه من كل حاجه، لان هو العين النفس اللي بتنفس بيه، النفس اللي انا بتنفس بيه. ربنا يخليه لك يا رب ويفرح لك فيه البركه يا رب. ربنا يخليك. بس خوفك على اولادك برضو لازم ولو انه صغير، يعني انا بخاف على ابني جدا طبعا، يعني كل واحد طبعا بيخاف على اولاده طبعا، لكن بتوصلي لمرحله بتقولي ما هو عامل ايه؟ ما هو لازم ينزل بالعربيه ولازم يروح شغله ولازم يجي صحيح الواحد بيبقى قلقان طول لحد ما اشوفه قدام عيني تاني، بس لازم ان احنا نعودهم انهم يعتمدوا على نفسهم. اللي انا بشوفه في الشارع بيخوفني على ابني. اللي بشوفه في تخبيط العربيات في بعضها والسواقين والهجه والجنان بتاع السواقين بتوع الملاكي كمان. ده حقيقي ده حقيقي. وسواقين الملاكي والجنان بتاعهم بيجروا عشان يجيبوا زبون. ايوه. فانا بخاف على ابني، بس هو مش قاعد في البيت صايع.
لا طبعا. وبشتغل في شركه دره للمقاولات ما شاء الله، بس بشتغل عامل. لان وماله الشغل مش عيب، عامل مش عايز محو اميه، شغال عامل طبعا. المهم ان هو ايه، بيصرف على اولاده وخلاص. وانا برضو بساعده اللي بقدر عليه بعمله معاه طبعا، لان مرتبه مش يكفيش. طيب ما فيش مره ركب معاكي زبون وقال لك مثلا تروحي بيه في منطقه مقطوعه شويه؟ ما اروحش معاه. ما تروحيش؟ لا ما اروحش معاه، انا عارفه كل المناطق المقطوعه. لا عارفه كل حاجه، وهو واقف على الارض كده بيقول لي المكان الفلاني، انا احساس بقى اقول له شكرا بمشي. ماخدوش. بتحسي بيه نفسه ولا ان انت خايفه تروحي معاه المكان؟ لا انا مش خايفه اروح معاه المكان، انا بحس بيه. بس يا مدام هلا، انا بقالي 42 سنه من سنه 80 ما شاء الله. يعني ببقى من سنه 80، يبقى 42 سنه خبره مرميه على الرصيف في الشارع. لازم لما اشوف حضرتك كده اعرف انت ايه. طبعا طبعا. افرز الراجل اللي واقف بيكلمني، هو انا الصوانيه اللي بقعد في وسطهم دول مش فاهمه مين فيهم حلو ومين فيهم وحش؟ اكيد فاهمه الحلو منهم الوحش، بفرزه بعرفه من اول كلمتين بتكلم مع البني ادم، بفهم ده ايه، ده كده ولا كده، اللي كده ببعد عنه واللي كده بمشي معاه. طب هل انت الفلوس اللي بتطلع لك اليوميه مثلا اللي انت بتروحي بيها بتكفيك يا مولد؟ بس حضرتك احنا، انا بالنسبه لي انا بقالي سنه دلوقتي مش عارفه اشتغل. اقول لك ليه؟ ليه؟ اولا انا كنت الاول بشتغل بالليل الساعه 2 بالليل للساعه 3، ما عنديش مشكله اروح الصبح، ما عنديش مشكله. كنت بشتغل، كان نظري حلو، نظري قل بقاله سنه، بقيت بالليل خلاص انا شيش بيش علاج وقطره وحاجات والكلام ده كله، هي الحمد لله على ايه نعمه ربنا. فانا بشتغل 3 4 ساعات، عملت 100 جنيه بروح بيها، عملت 120 جنيه بروح بيه، هم 3 4 ساعات وراضيه باللي ربنا بيديهولي. ساعات بيطلع معايا حد، بيجي معايا حد بيرضيني احلى مرضيه. طبعا. اخش بقى اجيب فرختين، اجيب حته لحمه للعيال كده، من عيال ابني قاعدين معايا. ابني بعياله قاعدين معايا، اخش اجيب فرختين، اجيب حته لحمه، اجيب كده نبر على نفسنا. لكن هي ال 100 جنيه مش هتعمل حاجه، ما بتعملش في الزمن ده، ما بتعملش حاجه، بس بيبقى فيها بركه طبعا. جايه بقرش شقه يا مدام، بقرش شقه بعرق بالظبط، جايه بشقه وبعرق وبجيب علاج كده يعني. ربنا يديك الصحه. انا بجيب علاج في الاسبوع يمكن حوالي 300 400 جنيه. اما كل حاجه بقت كله بالعلاج. طبعا كلنا ماشيين بالعلاج، علاج الظهر وعلاج الركب والمفاصل. بقى معانا الدكتور دلوقتي والمفاصل، ما شفتوش كان كتب لي كان كتب لي حاجة ما شفتوش. لا هو في منتج عامله كريم كده يعني كويس بيخفف الألام، وتدهني بيها كده عشان ما تاخديش أدوية مسكنات توجع لك معدتك أو بتوجع المعدة. والله يا مدام هالة ما أنا عارفة. أنا بقول لك بتوجع المعدة. الله المستعان يا مدام هالة. طيب أنت العربية بتاعتك طبعا مش جديدة، 2015 مش قديمة أوي. لا طب حلو قوي، عربيتي متحفظ عليها، محافظة عليها جوه عينيا. بتقعدي بقى تنضفي فيها؟ طبعا اغسلها بايدي وبمشي بقى على الرصيف، ما بمشيش في وسط العربيات. يعني انا عايزه امشي على الرصيف، افضل الرصيفه دي كلها ليا انا لوحدي عشان ما حدش يجي جنبها. بتمشي على الرصيف؟ لا يعني بقول لك عايزه امشي على الرصيف عشان ما حدش يجي جنبها. لا ربنا يحفظها لك، ربنا يخليك يا رب. لا انا تمام قوي كده الحمد لله، ببعد عن اي حاجه تخبطني تعملني. بتخافي عليا؟ ما برخمش على واحد عشان ما يجيش عليا كده، بس هو لو جه عليا بقى، هو اللي جاي عليا بقى هو حر بقى، لا براحته بقى. طيب دلوقتي نطلع فاصل، واحنا انا شخصيا مبسوطه جدا وفرحانه جدا بقصه ام وليد الجميله اللي كلها تحدي واصرار، وحابين نفضل نسمعك ونفرح بيكي على طول، لان انت نموذج من نماذج التحدي، قادرة تقاومي كل ظروف الحياة الصعبة، المهم إنها تنام مرتاحة البال وتحافظ على عربيتها. وأوعى حد فيكم يفكر يقرب من عربية أم وليد وهي ماشية، وإلا أنتوا حرين بقى، وعشان توفر كمان حياة كريمة ليها ولأولادها والأولاد أولادها. نفسنا كل ستات مصر تتعلم منك، لكن عشان انت نموذج رائع. وفي نهاية فقرتنا بنقولك شكرا يا حاجة أم وليد،
وان شاء الله دايما مشرفانا ومنورانا، ومش هتكون اخر مره نسمعك ولا نشوفك. وانا بحبك قوي. وانا اكتر منك والله العظيم، بحبك قوي قسما بالله، بموت فيكي. لان انا بحب الستات اللي يعني زي الرجاله واكتر كمان. قسما بالله اللي اتصل بيا امبارح قال لي هتطلعي مع مدام هاله، انا ما صدقتش. الشرف ليا يا مولى. وقلت لو جيت ما لقيتهاش هي انا مش هخش الحلقه. الشرف ليا قسما بالله، انا ما بكذب عليك. الشرف ليا، لان انا بموت فيكي انا واولادي. ربنا يسعدك ويسعدهم يا رب. يا ربنا يخليك يا مدام، والف شكر. وشرف شرف ان انا بقى قاعده قدامك. وبتمنى بتمنى ان كل ست عايزه تشتغل تخرج، ايوه، تتعلم السواقه، تتعلم تبيع هدوم، تتعلم صنعة خضار، تتعلم خياطة صنعة، علشان ما تحتاجش لسه السيد. لسه السيد ما معهوش حاجة، اللي معه السيد مش هيكمل، مش هيأكلها. تساعده مش عيب ولا حرام. طيب يا حبيبتي، احنا متشكرين قوي يا مولى. فاصل ونروح لفقرتنا التانية.